السلام عليكم، معكم منى حسين. أقدم لكم اليوم درساً حول كيفية إضافة ملمس على الأشكال بالإلستريتر من خلال 4 طرق. الطريقة الأولى والتي هي تعطي ملمساً ضوضائي. أولاً عملت نسخة للشكل من خلال Ctrl-C Ctrl-F، ثم اتبعت الخطوات Effect Texture وصولاً إلى Grain. وعند الشعور بالرضا اضغط OK. ثالثاً قللت الشفافية واخترتها لتكون Multiply. ثم يمكنك وضع الملمس كظل من خلال استخدام Gradient. الطريقة الثانية وهي استخدام صورة لملمس. في البداية وضعت صورة الملمس على الشكل. يجب أن تكون صورة ذات اللون الأسود والأبيض، وإن لم تكن كذلك اضغط على Image Trace Black and White Logo. ومن خلال View يمكن تعديل مقدار اللون الأبيض واللون الأسود. وبعد إكمالك لا تنسى أن تضغط على Expand لكي تستطيع استخدام الماجيك ومسح اللون الأبيض من الصورة. وبذلك ستوضح للشكل ملمسا مميزا. وكما غيرت في الشفافية يمكنك أن تفعل ما تريد ليكون عملك مميزا. الطريقة الثالثة وهي عمل الملمس. يمكنك استخدام أي طريقة لعمل أشكال متكررة من خلال الأشكال أم البنتول أم أي طريقة أخرى كما فعلت. فأنا استخدمت شكل الدائرة وكررتها بأشكال وأحجام مختلفة، ولكن إن لم تكن الدائرة موجودة أو أداة أردت البحث عنها يمكنك البحث عنها من خلال النقاط الثلاث في نهاية الخانة أو البحث عنها في ويندوز. ظللت الملمس الذي صنعته لكي أضيفها كفرشاة جديدة وغيرت في إعداداتها. ثم بدأت بتجربة الفرشاة الجديدة. وعندما أعجبتني النتيجة ظللت الشكل وجعلته Draw Inside، ثم بدأت بالرسم داخله. الطريقة الرابعة والأخيرة وهي من خلال استخدام الأنماط. وقبل أن أبدأ عملت نسخة للشكل.
طريقة وصولي للأنماط الموجودة في الإلستريتر من خلال Swatches Open Swatch Library Pattern Basic Traffic Texture، ثم اخترت إحدى الأنماط وغيرت قليلا في الشفافية. وفي الختام أتمنى أن ينال الدرس إعجابكم، وشكرا جزيلا.